أحسن الله إليكم. محمد السفاري يقول: بعض الناس يجهل الأحكام المتعلقة بأحكام الطلاق، فما خطر التهاون بهذه الألفاظ، ألفاظ الطلاق، وما الحكم في ذلك؟ مأجوري. كل أحكام الشريعة يجب على المسلم أن يتعلمها وأن يعرفها، التي تتعلق بالأشخاص، أما التي تتعلق بالمجتمع وتتعلق بالخصومات فهذا فرض كفاية، أما ما يتعلق بالشخص نفسه كل بحسبه فهذا يجب على كل مسلم أن يتعلم. ومن ذلك أمور الطلاق، فيجب المسلم أن يعرف متى يطلق وكيف يطلق وما هي أحكام الطلاق حتى يكون على بصيرة، وإذا أشكل عليه شيء من ذلك يسأل أهل العلم، إنما شفاء العي السؤال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.